بيكم مستمعينا مستمعي راديو الأهرام في كل مكان ومشاهدي أهرام تي في، وحلقة جديدة من برنامج رؤساء التحرير هتكون مشرفانا فيها ضيفة عزيزة علينا من بلاط صاحبة الجلالة، وهي الأستاذة سمر الدسوقي، وهتكلمنا عن عدد جميل وتاريخي في مجلة حواء. اهلا بيكي يا استاذه سمر، ازيك؟ منورانا في استوديو الاهرام ودايما منورانا في البرامج. اهلا بحضرتك وبالساده المستمعين والمشاهدين، وسعيده ان انا معاكم في هذا المبنى العريق. النهارده انت جابلنا عدد جميل جدا، وهو العبور الجديد لعظيمات مصر، وطبعا الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني هو اللي عبر بينا، يعني للجمهورية الجديدة اللي فعلا بتشهد نقدر نقول عصر جميل للمرأة المصرية. عايزين نشوف الإنجازات والمكتسبات ونمر كده من خلال صفحات مجلة حواء على العدد التاريخي الجميل بتاعكم. اتفضلي. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين والمشاهدين. طبعا زي ما حضرتك قدمتي العبور الجديد لعظيمات مصر، العبور الجديد. احنا كعادتنا كل عام في مجلة حواء بنحتفل بذكرى انتصارات اكتوبر. ذكرى انتصارات اكتوبر بكل الامجاد اللي حصلت فيها. السنة دي حبينا ناخد توجه جديد، هنحتفل بالنصر بتاعنا، ولكن بالنسبة للمرأة المصرية احنا عندنا نصر خاص، عندنا عبور جديد، عندنا انتصارات بنعيشها يوم بعد يوم، عصر ذهبي للمرأة. عشان كده احنا يعني طلعنا هذا العدد، ونتمنى ان هو يعني يرصد، ولو ان عدد لا يكفي، ما حصلنا عليه من انجازات ومكتسبات في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هي حاجات قعدنا نناضل ونكافح من اجلها، واكيد حضرتك متابعة معانا 20-30 عام. حضرتك بتتكلمي على بس المرأة، لكن لو بصينا على الانجازات صحيح. بقى على كله انجازات صحيح. لا تعد ولا صحيح. تحصى. ربنا يبارك لنا في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. اتفضلي بقى ردينا الصفحات. حضرتك احنا عملنا، خليني ادي بس كده المشاهدين ملخص ونعرض بقى بالتفصيل عملنا ايه. الاول حاولنا ان احنا نعمل زي بانوراما شامله لكل المشروعات اللي بتجرى انجازها على ارض مصر، لان هذه المشروعات دي من وجهه نظري وكل الناس اللي هي بتقرا معانا، العائد بتاعها بيعود على مين؟ أولادنا، أسرنا. يعني بتكلمي على مبادرات صحية، فأنت بتكلمي على الأسرة المصرية ككل، بتكلمي عن نهضة وتطور في منظومة التعليم، بتكلمي عن أولادنا، بتكلمي عن مشروعات بتبنى سواء كانت طرق، كباري، مدن جديدة، صوبات زراعية، أسنان بيتم، كل العائد ده عائد على الأسرة المصرية. وبالتالي إحنا بدأنا العدد طبعا يعني بعد الافتتاحية تاني بانوراما شاملة جميلة. يعني كان نفسي ان احنا يبقى عندنا مجلد، لان طبعا انجازات سيادة الرئيس مشكورا من الصعب ان انت توجزيها في مقدمة او في افتتاحية او حتى يعني في عدة صفحات. يعني نقدر نقول يا استاذة سمر ان انت عملت لنا في الافتتاحية زي بانوراما صحيح. على رحلة العطاء والبناء اللي عملها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر. فهنلاقي مثلا سي في عرض مثلا سي افتتاح قناة السويس الجديدة، القضاء على مشكلة العشوائيات ونقل أهالينا المناطق أكثر حضرية وأكثر آدمية، افتتاح يمكن دوت أسنان إحنا شفناه مصر بحر البقر اللي هي أجازته موسوعة جينز من أهم أسنان المشروعات المحطوطة في موسوعة عالمية زي دي، افتتاح مشروعات وطرق. طبعا إحنا كده بنتكلم يعني باختصار، ولكن الإنجازات أعمق بكثير مما نتحدث. بص الإنجازات لو حطناها يعني لا لا كنت لا دي مش مجلد، عايزة مجلدات. بعد كده طبعا كان في عرض شامل، دي طبعا بانوراما شاملة، وبعد كده بندخل بالتفصيل عن كل السيدات الفضليات اللي هو اهتم بيهم سيادة الرئيس وقام بتكريمهن، سواء كانوا أمهات شهداء، زوجات شهداء، رياضيات، أيضا مبدعات في مجال الفن. في عندنا بقى اللي هو طبعا ده موضوع مهم قوي، الاستراتيجيه الوطنيه لتمكين المراه 2030. اعتقد دي صحيح. واحنا يعني تقريبا بنقترب جدا 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 من 2030 حتى في تحقيق الاهداف. لا ده احنا بننفذ حضرتك. بصي زمان كويس ان احنا وقفنا هنا، وهقول سريعا كنا زمان بنعمل اتفاقيات استراتيجيات بروتوكولات وبعدين تلاقي ايه حفل توقيع، فين يا جماعه التنفيذ؟ لا ده سياده الرئيس مشكوره لما كلف بيها المجلس القومي للمراه برئاسه الدكتور مايا مرسي
بدأ فعلا بإجازتها واعتمادها كوثيقة عمل الأعوام المقبلة، وبدأ المجلس القومي للمرأة فورا اللي هو اتفاقيات على أرض الواقع، مشروعات، بروتوكولات للتعامل بتتنفس. هذه الاستراتيجية بتوعنا زي ما احنا أصلا عارضين بأكتر من جانب، عندك الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، وأيضا جانب الحماية. الجانب السياسي وضعنا السنة هيبقى إيه فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، الشيوخ، الانتخابات المحلية السنة المقبلة، وإزاي إن النسبة السنة تزيد، فيما يتعلق أيضا بوضع السنة المرأة في المناصب القيادية كمحافظ، كنائب السنة محافظ، اللي هي المناصب ذات الطابع السياسي. وعندنا في هذا الإطار بجانب استراتيجية تمكين المرأة، على فكرة مش الاستراتيجية بس اللي شغالين عليها، ده سيادة الرئيس مشكورا ادينا مجموعة من المكتسبات بخلاف الاستراتيجية قبل ما الاستراتيجية حتى تطلق. يعني عندك لأول مرة المرأة تبقى أصلا محافظ، معاون أصلا ومساعد للمحافظين والوزراء، مستشارة للأمن القومي سيادة السفيرة فايزة أبو النجا، عندنا تمثيل في الوزارات 8 وزيرات فضليات، بعد ما كانت المرأة يعني موضوعة في الحقيبة الموقرة سواء كوزيرة تأمينات أو شؤون اجتماعية، طبعا ما احترمنا لهذه الحقيبة الموقرة، الآن أصبحت في 8 مقاعد متنوعة وفي تخصصات مختلفة، وأثبتت وزيرتنا الفضليات تمكين أساسا فيهم. يعني ببساطة شديدة بنقول للسادة المشاهدين أن الاستراتيجية لتمكين المرأة سنة 2030 هي بالفعل حماية لحقوق المرأة المصرية في كل المجالات. بعد كده في طبعا أساسا مقال دكتور مايا مرسي اللي هي بتضيف إلى هذه السنة المكتسبات في جزء هام جدا فيما يتعلق بالجانب السنة السياسي، ألا وهو، ويمكن احنا شايفين ده يعني مش عايز أقول آخر مكتسب، ولكن ما تم إصداره مؤخرا، انضمام المرأة المصرية وتعيينها للنيابة العامة ومجلس طبعا الدولة. ده كان اهم مكتسب، وانا شايفه ان الحقيقه الدكتوره مايا مرسي بتلعب دور كبير قوي من خلال المجلس القومي للمراه، بانها يعني بتساعد في ترسيخ اسس التغيير للمراه المصريه في كل حاجه. ده الحقائب الوزاريه والمقاعد البرلمانيه الحقائب. احنا بنعمل زي استعراض صح؟ صحيح. هندخل بقى في طبعا احنا مطعمين اصلا العدد بمجموعه من الحوارات مع بعض اصلا السيدات الفضليات اللي هم بيعتبروا وجهه اصلا مشرفه، وكلمونا عن هذه المكتسبات. فعندنا طبعا سياده النائبه فريده الشوباشي، السيدة الفاضلة التي تعد لأول مرة في تاريخ البرلمان افتتحت البرلمان، يعني وده ما فيش تكريم أو توقير أكتر من كده من القيادة السياسية، وبرضو بتكلمنا على وأهم حاجة دايما كمان أن الحقيقة النائبة فريدة الشوباشي دايما بتشير لإنجازات الرئيس بأن ده احترام لسيادة المرأة المصرية، ودي أحسن حاجة. صحيح. يعني فعلا بنشهدها كلنا كامرأة مصرية. الصورة الجميلة دي أما طلعت على كل وسائل الإعلام أن امرأة مصرية تفتتح الدورة الجديدة للبرلمان طبعاً. وهي اللي تفتتحها، يعني ليس هناك بصي خلينا يعني يعني أخذ إيه من عبارة سيادة الرئيس مشكورا اللي قالها في إحدى المرات في مؤتمرات الشباب، ما قالوا له إيه إحنا عايزين وزيرة للمرأة، قال لهم أنا وزير المرأة، يعني ما فيش أكتر من كده يا جماعة، والله مش مجاملة، يعني ده أكبر توقير للمرأة. هو الرئيس السيسي الحقيقة بيحترم المرأة وإنسانية المرأة، ودي أهم حاجة بتميز فخامة الرئيس. طبعا وفي عندنا طبعا سيادة المستشارة بهيئة النيابة الإدارية الدكتورة داليا مجدي، دي بتكلمنا بقى على الشق اللي كنا لسه بنتكلم عليه، تواجد المرأة في النيابة ومجلس الدولة وإزاي وصلت لمنصبها. خدي بالك ده حضرتك ده حلم. يعني أنت طبعًا الصورة طبعًا. الجميلة اللي طلعت أسام مع سيادة وزير العدل ده حلم طبعا. بعد كده بيبقى في عندنا الشق الاقتصادي بقى وده أسام مهم أسام طبعا جدا. طبعا عملنا ايه للمرأة العاملة؟ قانون العمل الجديد السنة اللي هو بيتم السنة مناقشته. عملنا السنة ايه بالنسبة لتمكين المرأة المعيلة، بالنسبة لتدريبها على المشروعات الصغيرة متناهية والقروض الميسرة في القروض. ايضا السنة المناصب اللي خدتها المرأة على المستوى الاقتصادي.
كل هذه إنجازات. يعني أنت أصلاً عندك حزمة من القرارات والقوانين لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي، زادت نسبة حصولها اللي هي السيدات على الحسابات البنكية، تمام. زادت أصلاً نسبة تواجدها في المناصب القيادية ذات الطابع الاقتصادي. ايضا اللي هي التسهيلات والتدريب. يعني كان عندنا زمان ايه ضروري ان احنا نشير ده، المرأة اصلا المعيلة اللي هي بتتولى مسؤولية اكتر من 25% من الاسر بتعيل الاسرة، نسبة كبيرة، كانت نتيجة طبعا لعدم وجود التدريب وعدم الاهتمام بيها بشكل ما، اللي هي مشروعات بتعملها في المنزل لا تكفي حد الكفاف، تربية دواجن، بعض الاطعمة البسيطة. لا واعتقد المشروعات دي يا استاذة سمر الحقيقة عاملة طفرة رهيبة. انت دلوقتي كمان يا فندم لا بتدربيها بقى في الريف قبل على ما حاجة تغطي تكاليف أساسا حياتها وتوفر لها حياة كريمة وتساعدها هي وأسرتها، وأيضا في تطوير للبنية اللي محيطة بها هي وأسرتها بحيث أنها تساعدها في تسويق المنتجات. ودينا شفنا أسام مثلا وفي عندنا هنا صورة جميلة جدا سيادة الرئيس مشكورا في معرض تراثنا اللي هي السيدات الفضليات المشاركين أسام في الحرف اليدوية والتراثية وازاي في ليهم أسام دعم. وفي طبعا اللي هو قانون العمل والاهتمام كمان بالسيدات العاملات من ذوي الهمم، الحقيقة ده حاجة يعني جبارة بتشهدها الدولة المصرية ككل، يعني فعلا بيحصل نهضة رهيبة لكل القطاعات. يعني جملة مانعة وجامعة، احنا بنعيش العصر الذهبي والله مش للمرأة السن بس، اهتمام بالمواطن، اهتمام بذوي الإعاقة، اهتمام بالشباب، اهتمام بالأطفال. يمكن احنا مركزين على اهتمام بالشوارع، اهتمام بالعشوائيات، اهتمام بكل حاجة. يعني فأنت فعلا ربنا يحفظ مصر بجد. دي طبعا وطبعا الصورة الجميلة دي للمرأة الريفية الجميلة، العاملات أصلا في الحرف اليدوية والحرف وعندنا المرأة الفلاحة. لأن كمان عايزة أقول لحضرتك حاجة، المكتسبات بتاع قانون العمل الجديد فيما أصلا يتعلق بأجازة الوضع، الرعاية، التأمينات الصحية، التأمينات، كل ده العمالة حلو المنتظمة. وحلو البوكس ده قوي اللي بيقول إن الإحصائيات بتشير لأن مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل يعني هيزيد اولا من الناتج القومي بنسبه يعني تتخطى 24%، ودي حاجه يعني 34% كمان، الامر فعلا اللي هيعود بالنفع على الاقتصاد المصري في كل شيء. صحيح. في السنة عندنا طبعا مطعمين دوت بحوارات، ففي عندنا دكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة جامعة حلوان وعضو المجلس القومي للمرأة، وبرضو أول مرة نشوف إن المرأة تصل لعمادة الكلية، أو بنشوفها في الجامعات الخاصة، ولكن في الجامعات الحكومية كان من الصعب قوي ان تصل المرأة لانها تعتلي كرسي عميد الجامعة، فدي انجاز كبير. عن برضو المكتسبات الاقتصادية، وفي جزء هام بقى استاذ عبير الغازي سكرتير المرأة باتحاد العام لنقابات عمال مصر بتكلمنا عن الجزء بقى بتاع قانون العمل، مكتسباتنا السام بقى فيما يتعلق زي ما قلت لحضرتك اللي هو الحفاظ على حقوق المرأة العاملة، اجازات السام الوضع، ساعات العمل، الاهتمام ايضا بالعمالة غير المنتظمة من النساء سواء الفلاحات او العاملات السام في المصانع، ودي مكاسب عريضة السام لينا. يعني هناخد في تطور فيما يتعلق باجازات الوضع، فيما يتعلق بساعات ساعات العمل، فيما أصلا يتعلق أيضا بالحفاظ أصلا عليها اللي هي من ساعات العمل المطولة، الحفاظ عليها من عدم التعرض للفصل التعسفي إلى غيرها. يعني فعلا قانون العمل انتصار غير مسبوق للمرأة المصرية. دي بقى الجانب المهم جدا جدا للأسرة المصرية ككل، مبادرات مدروسة ونتائج ملموسة هتكلمنا عنها بقى الأستاذة. التعليم والصحة والحياة الاجتماعية. خلينا نبدأ أساسا طبعا منظومة التعليم ككل والفجوة بين الإناث والذكور التي انخفضت وفقا للي احنا رصدينه هنا في كل المراحل التعليمية، من أول التعليم قبل الجامعي ثم التعليم الجامعي ثم التعليم فوق الجامعي، إن الفجوة بتنقص يا جماعة. وفي اهتمام كبير جدا بتعليم المرأة ومنحها كافة الامتيازات، ما عندناش بقى دلوقتي زي زمان ده رجل
ده بنته ده ولده اللي يروح ولما يروحش، لا القصة دي خلصت. ثم أصلا نأتي بجانب أصلا التعليم وتطوير المنظومة التعليمية اللي احنا بنلمسها كلنا بالنسبة لأولادنا، المبادرات الصحية. بصي ما كنتش عارفة اكتب ايه في المبادرات الصحية دي بصراحة. انت كل يوم ولا ايه ولا بالظبط كل يوم بتسأل سواء المرأة سواء الأطفال سواء الناس سواء يعني الحقيقة. انا كنت بقول لهم هل نسينا حاجة يا جماعة؟ ده في حاجات كتير قوي. هي دكتورة هالة زايد بصراحة يعني شابو ليها، هي بتعمل انجاز على ارض الواقع غير مسبوق يعني في كل حاجة، وكونها انها توفر حتى لقاحات مصرية صحيح. في زمن قياسي زي ده يبدأوا ينتجوا ويصنعوا يعني ولا مشروع البلازما ولا مشروع صحيح. ايه ولا ايه هنتكلم صحيح. بجد انت يعني انت عندك الفندم بوسي 100 مليون صحة وزي قضينا على فيروس سي، مبادرة تم إطلاقها لمواجهة الاعتلال الكلوي، الست المصرية صحة مصر بتهتم بصحة المرأة على كل المحافل وليس فقط سرطان الثدي، عندك أسام بعد كده اللي هي المبادرة اللي أطلقت لأطفالنا لمواجهة التقزم وأيضا السمنة في المدارس، عندك نور حياة اللي بتهتم بالإبصار، عندك أسام التبرع بمشتقات البلازما وتجميعها، عندنا التأمين الصحي الشامل اللي احنا بدأنا نتحرك أسام فيه في وده كان حلم كبير للمصريين الأولى. هيبدأ يتحقق. وأيضا أصلا كورونا. ثم ندخل بقى على الشق الأهم اللي هو المبادرات المجتمعية التي تعنى بتطوير حياتنا كلنا. حياة كريمة. حياة كريمة يعني احنا نتكلم عليه دايما. كنت بقول حياة كريمة يا جماعة وكلمنا في ده اكتر من مرة، دي مش وصلات كهرباء ولا وصلات مية ولا مش عارفة امدادات، لا ده اهتمام بالتعليم، اهتمام بمواجهة الامية، اهتمام ان انت توفري بيئة اجتماعية اصلا صالحة. اخر حاجة بقى عايزين نختم بيها بصراحة وعجبني قوي القاء الضوء عليها يا استاذة سمر، وهي جميلات في الاتحادية. صحيح. انا عايز اعرف انتوا اولا عملتوا ايه؟ هل انتوا بس اكتفيتوا بتصوير دول ولا انتوا جبتوا الناس دي وتحاورتوا؟ احنا اوريدي كان لينا لقاءات مسبقه معاهم في مجله حواء، بس انا حبيت من خلال عرض هذه اللقاءات واستقبال سياده الرئيس مشكورا لعزيمات مصر من ذوي يعني او ذوات الفئات البسيطه الاكثر احتياجا داخل الاتحاديه، كنا زمان يا استاذه ريهام لا نطمح بهذا، عمرك حلمتي ان انت هتخشي الاتحادية؟ لا، ولكن سيادة الرئيس بقلبه الطيب بشعوره بكل مواطن، دي نماذج بسيطة جدا. أول واحدة استقبلها كان فخامة الرئيس، ودي كل الناس عارفينها، سيدة الـ مش التوكتوك التريسيكي العربة اللي هو اسمها منى السيد، وفي عندنا الحاجة صيصة والحاجة سيسة طبعا أبو دوح دي كان زينة. والحاجة زينة والحاج السيدتين سيدات إسماعيل وفتحية إسماعيل، دول اللي إيه يعني عايزة أقولك إيه عظيمات مصر. أيوة. اللي تبرعوا من أجل السم مصر وبحاجات يعني بسيطة عشان بيحبوا واحدة البلد، واحدة تبرع بحلق حبا في مصر. صحيح. يبقى يعني والله حاجة سبيلة ومروة العبد. بصي ببساطة كده أنا حبيت في الآخر أقول إيه، إذا كنا بنتحرك على أرض الواقع علشان نقدم فعلا عايز أقولك مكاسب وإنجازات للمرأة المصرية على كل المحافل، ده فيه اهتمام بالجانب الإنساني، فيه اهتمام بتوقير المرأة وتقديرها، في فئات بسيطة ما كانتش تحلم إن هي قبل كده تشوف رئيس الجمهورية، لا ده رئيس الجمهورية بيستقبلها بنفسه عشان هو رئيس الجمهورية. صحيح. إنسان حقيقة. صحيح. فخامة الرئيس السيسي احنا مش عارفين نشكر حضرتك ازاي ولا على ايه، يعني انت بتعيشنا حلم بتنقلنا فيه للواقع بانجازات حقيقة غير مسبوقة. صحيح. في كل حاجة احنا. صحيح. مش عارفين نقول ايه ولا ايه ولا ايه. ربنا يديم علينا نعمة البلد الجميلة الآمنة ويديمك علينا نعمة، انت فعلا عملت لنا طفرة في كل شيء. بنشكرك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكر الأستاذة سمر الدسوقي على الحوار الشيق، الحقيقة دائما بتجيب لنا من صفحات المجلات حاجات جميلة جدا، وقريبا انتظرونا مع عدد من الكواكب غير مسبوق هنتكلم فيه على حاجات جديدة جميلة تلقى قبول من يهتم بالفن وعالم الفن. بشكرك شكرا جزيلا على اللقاء الجميل. شكرا لحضرتك والسادة المشاهدين، وكل سنة ومصر بخير، وكل سنة يا رب العالمين. ورئيسنا وجيشنا وشرطتنا والشعب المصري كله في أحسن حال. اللهم أمين يا رب العالمين وخير الختام أمين. أنا بشكركم شكرا جزيلا مستمعينا مستمعي راديو الأهرام في كل مكان ومشاهدي أهرام تي في على وعد بلقائكم قريبا وصفحات جديدة مع رئيس من رؤساء التحرير. كنت معكم
أرق تحياتي ريهام مازن.